السلام عليكم احبابنا في كل ارجاء المعموره الزول في اللون. قبل ما ندخل في الموضوع الاساسي اللي راح نتكلم عليه اليوم، راح نتكلم برك على نرجع على الامبليكاسيون تاعي في الامور السياسيه. اذا رساله برك للناس اللي اعتادت نفسهم على المذله، فاذا اعتادت انفسكم على المذله فما تجيوش تحتموا علينا حنايا اننا نقبل الذل. اذا كان واحد يقبل الذل على نفسه فيقبل به، اما انه هو قابل الذل على نفسه. ولما نتكلم انايا نتكلم على نفسي، لما ندافع ندافع على حاجه نشوفها حق. لو تتصور انه في دماغك انه يوم من الايام راح نبدل رايي باش تحبني انت ولا باش تكرهني، فلازمك تدير عشر واش درت انا في حياتي. ثانيا نرجع لقضيه خاشقجي والمقارنات اللي قارنوها خاوتنا الفاهمين كثير، لما يقول لك خاشقجي هذا نرد على امور، لانه الرجل مات ربي يرحمه ومات شهيد، مات شهيد على الشهاده. اما الجنه والنار فربي اللي يحكم فيها، اذا انتم اللي تحكموا فيها هذيك حاجه اخرى. فواحد يقول لك، واحد يقول لك سيدي، يقول لك خاشقجي هذا وكان من تاع آل سعود. نعم كان من كان نعم كان كان انسان يعمل البلد نتاعو، كان انسان يحاول يصلح، هو انسان اصلاحي، هو يقول اني مانيش معارض كيما كنا نديرو بكل حنايا. لكن لانه تربات النفوس العربيه على المدله وتربات على قبول كل شيء، اصبح لما يخرج واحد يقول راك غلط واش دير لازمك تقبل كلش، لازمك تقبل حاكم طاغية، لازمك تقبل حاكم مجنون كما في السعودية، او تقبل حاكم مقعد في الكرسي ما يقدرش يهز يده، مربوط في الكرسي تاعو، والا انت حركي. معليش كي نعودو حنايا حركة، حنايا مادام خرج رانا نعيشو في زمان العربي بن مهيدي ولا مرماش رصاصة. عميروش ولاو تهموه، السي الحواز قال لك شكون هو موش مجاهد واصبح ولد عباس مجاهد واصبح بوتفليقة مجاهد واصبحوا ناس زايدين في 58 نهار استقلينا، كان في عمارهم 4 سنين مكتوب عليهم شوارع ومؤسسات مدرسية وطرقات وجوامع. سيدي معليش رانا نعيشوا في هذا الزمان، اما تجي تحتم عليا اني نسكت على الحق لانك انت كنت تحبني وكنت تكرهني، يعني تدخل في دماغك اني انا يا جاي هنايا باش انت تحبني ولا تكرهني. ثانيا كاين اللي يخرج لك يقارن لك بين، يقول لك تتكلم على خاشقجي، على ما تكلمتش على اطفال اليمن. انا كنت نتكلم على اطفال اليمن نهار بدات الحرب على اليمن، شكون اللي بدا الحرب على اليمن؟ ماشي اللي قتل الخاشقجي، هذه وحدة. ثانيا انت دركا كي قاعد تتكلم على اطفال اليمن وقاعدين فو بارطاجي تصاور تاع اولاد اليمن، على وا قاعدين تبارطاجيو فيهم؟ خطر ما هما اللي داروا الحرب وحابين الحرب تحبس، ظهرت لهم انهم يبينوا الان يقول لك خارجه مجاعه. اسمع كان جنرال اسمه ميتشل في وراء الحرب العالميه الثانيه في كتابه بعد الحرب العالميه الثانيه قالها بالكلمه، قال لو تغرق اليمن شبر 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 ما يهمنيش فيها الا ميناء عدن. وبعد حصولهم على ميناء عدن من طرف الامارات العاملة الصهيونية خلاص خلصت الحرب. وكاين قاعدة في الحرب يا متعلمين يا تاع المدارس، وحنا رانا حركة، فهمتوا؟ حنا رانا حركة يا متعلمين يا اللي تعرفوا كلش، تعرفوا كلش، وانتم مجبودين من ودنيكم، كسوسوا من عند شعوبكم، كسوسوا من اللي يصرفوا، كسوسوا من عند رؤسائكم، كسوسوا من عند اللي يصرفوا في رؤسائكم. كاينة قاعدة في الحروب، الحرب ما تحبسش حتى توصل للنتائج نتاعها، والنتائج تاع حرب اليمن وصلت هي الاستيلاء على ميناء عدن. باي 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 يا ولاد اليمن، والله واحد ما سامع بكم. نتوما برك شتيو تتنافقوا برك. ولاد اليمن عندهم 3 سنين وهما يموتوا بالجوع وبالاخر. كي كنت نهضر عليهم انا في بلاد الكفار نتايا كنت مغطي، كنت ما عنباليش على واش تحكي. وكي انايا نوض نحكي على خاشقجي تغيضك. اذا واحد جبان
عنده الرجوليه غير بالسروال، ماشي مشكلتي فيه انايا كيما الناس اللي خرجت تقول لنا حنا نحكيو على فيدراليه، يقول لي متح يقول يعيطوا للناس جبناء ماهمش رجال، ماهمش رجال جبناء، عيطوا للناس يقول ما عماد هذاك ويدير السياسه. إيه ندير السياسه ايه علاه؟ ضرقتها في يوم من الايام من الاول وانا نقول لكم اللي يفصل الكره في الجزائر ولا الرياضه في الجزائر على السياسه راه ما فاهم فيها والو. وهاو الفعل واش قاعد يقول؟ هاو وين وصلونا السياسيين تاعكم؟ هاو كيف اختطفوا الكره اللي كانت تمشي واحد المنظومه الوحيده اللي كانت تمشي مليح؟ شوفوا وين وصلونا، شارجوا شي ناس ملاح اللي لازم نخليوه يخدم وين ولا؟ هاو واش قاعد يديروا لنا؟ هاو مدوار مدوار اللي البارح كان يسب في زطشي هام جابوه هام خربوا لنا. ها أنا نسيت المقولة بصح يقول يقول إذا كل الناس الجاهلية إذا أجرم فيهم الشريف أكرموه وإذا أجرم فيهم الضعيف عقبوه. عنابة تعاقب ها، بالوزداد تعاقب ها، نصر حسين داي تعاقب ها، القبة تعاقب ها، بالعباس تعاقب، لكن لما يوصل للصحاح ونصار بهم نصعرف انه واحد ما يطلق حقه، نصعرف انه واحد ما يطلق حقه، خرج لك زرواطي وخرج لك ملال، وعلى فكرة هما كلهم في نفس المنظومة، كلهم في نفس المنظومة، لأنه أرجع الفيديوهات الأولين خلاص تاعي قاعد نقول باللي هذه المنظومة كاملة لازم تروح برؤساء الفرق بكل شيء، بكل شيء، بكل شيء. من الأول قاعد نقول لكم السياسة اللي قاعدة تنظم في الجزائر هي اللي هردت الرياضة. شوف وين وصلونا، رانا تبهديلة، رانا كوميك في العالم، رانا كوميك، رانا سيرك، رانا سيرك. نقول لكم حاجة، ما بقاش غير حاجة واحدة، إنه الكرة الجزائرية تحبس، تحبس، لا تصرى كارثة، لا تصرى كارثة. المنافقين اللي كانوا يبايعوا في زطشي البارح اه كانوا يقولوا ها بالك يخدم، انت الانسان اللي زعطهم هاد الناس بكل اللي خرجهم ماجر الكراز الكوارث تا 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 هو اللي دارهم. هذا الانسان ولا يخوننا حنايا، يخون الناس اللي يقولوا هاد مثلا مراكز التكوين ما همش ملاح، ما هيش فكرة مليحة، فيها سرقة المال العام. شي اللي ما فهموش، شي اللي ما فهموش هذا الحابس تاع زطشي واللي معاه، انه الدولة الجزائرية كي جابتو، الدولة النظام الفاسد نظام الاوباش كي جابو، جابو على اساس واحد قال له انا الصوارد اللي كاينين هادو كنحتاجهم. ما زطشي واش فهم؟ فهم باللي درك هو يتقاسم هو الصوارد، ما لا بدا يبيع في لي جوار تاعو، صلحت له واحد ما هضر معاه، ما لا قال لك ايه الصوارد هذيك ما نبنيش انا وحداده فايونس وكذا. اي قال له قال لنا اللي ضدي، اللي ضدي راهو ضد الجزائر، ما لا خرج ليك الوزير ومن بينهم الشياته نتاعو، بين مشياته تاعو سبونا، سبونا احنا اللي قلنا هاد المراكز راهي عملية احتيال لسرقة الاموال اللي خلاها المكتب السابق. خرجوا لينا قالوا لنا انتم خوانا. خرج الوزير، خرج الوزير قال له واه ما تبنيش، قال له انت ديباسيت لي ليميت نتاعك، احنا جبناك باش الصوار. وهادي ارجعوا للفيديوهات قلت لكم الوزير لا كان تبدل، كون ما ينحيش زطشي في الاسبوع الاول راهو جاي درامات في العيون، وهاد الرامات في العيون كي قاسلهم، كي قاسلهم لا زون نتاعهم اللي حوسوا عليها الاموال اللي حوسوا عليها دركا، ولا زطشي مش مليح. خرج قال له، خرج قال له، قال له آتا علاه تبني في المراكز التكوينية هذا تبدير المال العام؟ قال له كاين مراكز أخرى عاو نعتها لكم. هو في الحق نعتها لهم حافظ الدراجي، لكن حافظ الدراجي لما خرج قال هذيك في الفيديو واني بارتاجيتها، لما خرج في الفيديو قال قال عندنا عندنا مراكز تكوين بالك يروح يسيرهم، خونوه، خرجوا خونوه والشيات خرجوا يقولوا وهذا دار الاخر واش حاط روحه وكذا وحوس يدير لنا ثوره في البلاد. وعم بالكم عقليه الجبناء، عقليه الجبناء، واحد يهضر يمد في الحلول، واحد يقول له راح يدير لنا ثوره وهو عايش في قطر وهو كذا.
هو عايش في قطر، انا عايش في كندا، الاخر عايش في المريخ، عايشين بفلوسنا. انتوما هذاك صدتشي هذاك العنصري اللي قال لكم ولاد الجزائر تاع الهيه تاع الهيه ما لازمش يلعبوا، قلتوا انتوما هيه اورك هو ولاد الابواء وباش نتاعو ولادو ولاد الابواء وباش تاعو نتحداهم اللي ما عندوش الجنسيه. بصح هما واش قاعدين يديروا لكم؟ هما يجي يسجلوا في الجنسيه باش يهربوا وقت الهروب تاع الصح، والجبناء اللي شيتوا لهم وهما في كارثه قاعد يقول لك تا وليت محوز تقيسنا البلاد، تا وليت تضرب في السياسه، تا كنت في الرياضه وليت تضرب في السياسه. ماشي مشكلتي الا كان عاد مخك محدود، ماشي مشكلتي الا عاد مخك يحبس غير في الرياضه، ماشي مشكلتي الا عاد انا قادر ندير الف حاجه في نفس الحاجه، ماشي مشكلتي، هذه مشكلتك انت، هذه مشكلتك انت يا الرب. عندنا عام ونص كتر احنا نقول لكم رانا رايحين للكارثة، رانا رايحين للكارثة، المنظومة هذه كنا تسنحهاش كاملة، رانا رايحين للكارثة. وما نلومهمش، هما سراقين قاعدين يديو في الفلوس. انتوما اللي شياتو يخرج يقول لك انت علا تهضر باسم الشعب؟ مانيش نهضر باسم الشعب، بصح ما تجيش تسكتني نهضر، ما عجبتكش ما تفرجنيش توكور. هامين وصلونا حطونا الابواق الاعلاميه نتاعهم النكره، ابا جهل واصحابه في الهداف، ولد القومي في النهار وكذا. في وقت قطر دارت الجزيره ولا تزعزع بلدان، احنا فلوس الجزائريين مدوها النهار باش تزعزع الجزائر، ويجي واحد الفت نفسه الدل يقول لك انت يا حركي، انت محوس كرفس البلاد، انت محوس دير البلاد يا جرثومة. ونهضر معاك انا 6 سنين درك وليداعات بكل يحاولوا فيا باش نجي نقول كلمة على الجزائر، باش نجي كلمة على الجزائر، بينما عيطوا لي نقول كلمات على العالم بكل نروح نقولهم، على الجزائر نقول لهم راني بعيد اني ما عنباليش بالامور، بينما انا نعرف الامور خير منك، خير منك وخير من اللي حاكمك وخير من اللي حاكمك. لكن من اليوم وروح يا والله ندول لهم القضية، والله تدول القضية، لأنه في الوقت اللي البلدان الإفريقية اللي مازالت ما تحررتش حتى بالنقود نتاعها، كاين حاجة نسميها السياسة، روح نعلمك شوية سياسة وثقافة وجغرافيا وكلش. كاين بلدان درك 7 بلدان إفريقية تمشي بالسياسة، هو عملة يتعاملوا بها في بلدانهم، لكن تطبع في فرنسا. هذه البلدان مازالوا ما استقلوش، لكن لأنهم أحسوا بالضعف اللي وصلت ليه فرنسا قاعدين دركا يطلبوا باش يديروا لاموني تاعهم ويستقلوا، وباللي فرنسا ما تزيدش تدخل فيهم. بينما أنت الحكام نتاعك الآن يسير فيهم ماكرون اللي قدي في العمر، يسير فيهم ماكرون اللي قدي في العمر، عمي العجايز اللي حاكمينك واللي راك تدافع عليهم. السلام عليكم.